السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله كاع تكونوا غاية وصحتكم بخير يا رب العالمين، ويلقاكم هذا الفيديو في أحوال جيدة يا رب. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم السيجار حلوة راقية وفي نفس الوقت يعني المكونات نتاعها بسيطة وتعطيكم واحد النتيجة يعني مرضية. يعني تجربوا هذه الوصفة وتعتمدوها في الوصفات نتاع العيد نتاعكم أو في أي مناسبة تكون عندكم، أفراح ولا أعياد. كما راكم تشوفوا واش راح نحتاجو يعني في المكونات، عندي هنايا 200 غرام نتاع الزبدة، عندي 4 ملاعق نتاع الزيت، عندي 2 حبات نتاع البيض، عندي نصف كأس نتاع السكر الناعم، عندي ربع خمارة ربع ملعقة صغيرة من الخمارة، وعندي هنايا العطر نتاع جوز الهند ولا نتاع الفاني، يعني انتيا واش تبغي تديري، تبغي تستعملي فاني ولا تبغي تستعملي العطر نتاع جوز الهند ولا اي عطر نتاع الحشوه اللي راكي راح ديريها. يعني الا كنتي راح تستعملي حشوه فيها الكراميل ولا ديري عطر الكراميل، ولا كنتي راح تستعملي حشوه تكون فيها اي حاجه واحده اخرى ديريها فيها. اخواتي كما راكم تشوفوا انا حليت العجينه نتاعي في بلاستيك غذائي، عندي هاد ليمون نتاع السيجار يعني مول عاديين دائريين، باش نتحصل على واحد النتيجه مرضيه وتكون عندي الحبه قد اختها. انا واش نستعمل هكا مربع نطبع به الاشكال نتاعي هكا باش تكون عندي واحد النتيجه مرضيه ويكونوا عندي الحبات قد خواتاتهم. وكما راكم تشوفوا انا راني حله العجينه نوعا ما رقيقه، وناخذ المربع نتاعي، شوفوا يعني السمك نتاع الحبه هذا هو السمك نتاعها، وناخذ المول ونبدا يعني من الجهه التحتانيه وين كاينه متلاقيه هذيك وين اللقيه نتاع هذاك المول، وندور عادي يعني تجيني سوا سوا تقريبا دورة وشوية، وهنايا نلاقي بيناتهم باش ما يتفتحوليش. وفوق الطاولة العمل هكا يعني نمررها شوية هكا يعني باش تعاود ترجع للشكل نتاعها. هذا هو الشكل نتاعها، وكيما قلت لكم يخرجوا لي الحبات كامل قد قد. أخواتي
اخواتي بالنسبه للحشوه انا راح نستعمل فيها جوز الهند اللي هو نوات كوكو، وراح نستعمل الحليب المحلى ولا الحليب المركز المحلى. انا نفضل يعني من الاحسن انك يعني تحضريه في المنزل، لانه الطريقه نتاعها جد بسيطه. المكونات كما راكم تشوفوا ما فيش بزاف تاع المكونات، وفي نفس الوقت يعطيك واحد النتيجه مرضيه. انا كنت في الاسواق سقسيت على الحليب المركز المحلى لا مارك إلا، ماشي نيسلي، لا مارك إلا، بسبعة وثلاثين ألف. يعني قلت لي مالا نشري غير علبة هكا نتاع لحظة ولا نتاع غبرة حليب ونحضرها. واش نحتاجو يعني في الحليب اللي راكم تشوفوا فيه هنا؟ عندنا عندي كاس نتاع حليب غبرة، كاس نتاع السكر، ونص كاس نتاع الماء يكون يعني سخون. نخلطهم بالبراميكسور ومن بعد نديرهم على النار تكون مهيلة، ونبقى نحرك 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 ما نحبسش من التحرك حتى يعقد لي شوية الخليط، ونحطها بجهة يبرد ونستعمله. يعني نستعمله استعمال عادي. انا كنت راح ندير الحشوة يكون فيها كريمة الشونتي، ويعني ولكن كريمة الشونتي كما تعرفوها ما لازمش تطول بزاف، يعني تستعملوها في تحليات ولا تستعملوها في غاطو اللي راح يعني ياكلوه تمتم، يعني مثلا عرس، ولا تستعملي هذيك لا كريم شونتيي بيومين ولا، ويكون عندك العرس وتقدمي هذاك الغاطو يعني يكمل سور بلاص. لكن كما العيد تعرفوا يعني ما حناش عارفين واش راح تمتم ما يخلص ولا لا. دونك استعملي الحليب المركز المحلى، تحضير منزلي، طريقه بسيطه كما شفتوا، ومكونات سهله مهله. اخواتي كما راكم تشوفوا انا خلطت هذاك المكونات بالبراميكسور باش ما يبقاولوش واحد الحبيبات، من بعد كيطيبوا يعني يعطوني واحد المروره. ما نطيبهش بزاف، يعني مده 5 دقائق ولا 6 دقائق فقط باش يعني يوليك شغل فيه ماده حافظه، ونستعمله استعمال عادي. كما راكم تشوفوا انا مازال ما شعلتلوش النار، راح نشعلوا النار ونخليه غير كما قلت لكم 5 دقائق ونحيه. اخواتي من بعد ما طيبت هذاك الحبيبات نتاع الكاطو نتاعي كما شفتوا، خلطت النيسلي مع جوز الهند، نديرها في بلاستيك غذائي عادي، ونعمر الوسط نتاع الحبه تاع الكاطو من جهه، ونروح للجهه الاخرى باش نحس كما نقولوا باش نتاكد باللي كامل الحبه راهي مغلفه. بالنسبه للتزيين انا عندي هنايا شوكولاته بيضاء، بيضاء عادية ذوبتها، زدت لها مغيرفة نتاع الزيت هذا ما كان باش يعني تجمد لي ليه ليه. وهنا عندي هنايا عقاش مشكل، انا شريته كيما هكاك يعني يجي مشكل. وعندي بريون نتاع بريون غذائي شريته من عند مول اللي يبيع اللوازم نتاع الحلويات، ونبدي نزين. كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل النهائي نتاع السيجار نتاعنا، جا المنظر نتاعه رائع يعني راقي، يستحق انك تجربيه في وصفات نتاع العيد نتاعك، تزيدي تزيني به مائده نتاع الحلويات نتاعك. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره تاع اليوم، ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس، وتخليوا لي لايكات وتعليقات في لتحت يعني في التعليقات، خليوا لي الراي تاعكم ايضا. دوكا مقلي نقول لكم غير تهلاو في روحكم في صحتكم.
صحة عيدكم وسلام.